ابتدائي طلاب تمهيدي ماجستير تخصص الموارد البشرية. أنا الدكتور عادل رمضان الزيادي. لقد قمت بالمناقشة والتحليل في المحاضرات العامة معكم للموضوعات الثلاثة التالية: 1- إدارة المواهب، 2- إدارة الموارد البشرية الخضراء، 3- العلاقات الإنسانية بمجال العمل. وقمت بتسجيل موضوع جودة الحياة الوظيفية وموضوع التماثل التنظيمي لدى الموارد البشرية، وكان ناقص موضوع الأجور والتعويضات، وسأقوم بتناوله الآن لكم. الأجور والتعويضات المالية المباشرة. تعريف الأجور: الأجر هو عبارة عن المبلغ الذي يتقاضاه الموظف مقابل القيام بأعباء وظيفته ومهامه. أهمية الأجور: أهمية الأجور بالنسبة للفرد. يشبع الأجر احتياجات الفرد واحتياجات أسرته من السلع والخدمات. رقم 2- أهمية الأجور بالنسبة للمنظمة. تعتبر الأجور أحد عوامل استمرار العاملين بالمنظمة وعنصر جذب للعاملين الجدد، كما أنها من الحوافز اللازمة لتشجيع العاملين على زيادة الإنتاجية ووسيلة من وسائل تحسين العلاقات بين الإدارة والقوى العاملة. 3- أهمية الأجور بالنسبة للدولة. تعتبر الأجور عنصرا مؤثرا على السياسة الاقتصادية للدولة، كما أنها مصدر من مصادر القوى الشرائية، كما أن الضرائب على الأجور تعتبر أحد مصادر إيرادات الدولة. أهداف سياسة الأجور: 1- جذب أفضل الموارد البشرية للعمل بالمنظمة. 2- الحفاظ على أفضل الموارد البشرية بالمنظمة. 3- تصميم برامج الأجور على أساس التقييم الموضوعي للوظائف، وهذا يمكن الإدارة من إحكام الرقابة على الأجور وكذلك الرقابة على تكاليف العمل. 4- الحفاظ على رضا العاملين والتقليل من معدلات الشكاوي لعدم عدالة الأجور. 5- تحفيز ودفع القوى البشرية لأفضل مستوى من الأداء. العوامل المؤثرة في تحديد الأجور بالمنظمة: مستوى الأجور السائدة. يعتبر هذا العامل من العوامل الهامة التي يجب دراستها عند إعداد سياسة الأجور لأي منظمة لضمان استقرار العمالة بها وعدم ارتفاع معدل دوران العمل، ولتقليل المنافسة في سوق العمل ولتحقيق العدالة. 2- تكاليف المعيشة. يقصد بتكاليف المعيشة الدخل اللازم للفرد ليشبع احتياجاته العادية، ويمكن تحديد الأجر الذي يشبع الحاجات الأساسية للفرد عن طريق ميزانية الأسرة، وبذلك الأرقام القياسية للأسعار. وينبغي عند تحديد الحد الأدنى من الأجور أن تغطي تكاليف معيشة الفرد. 3- قوانين العمل. ينبغي دراسة قوانين العمل التي تصدرها الدولة بشأن الأجور. في هذه القوانين يتم تحديد حد أدنى للأجور، وبالتالي لا يجب أن يحصل العامل على أجر أقل من الحد الأدنى. 4- الإنتاجية. تعتبر الإنتاجية الأساس المفضل عند تحديد الأجور من قبل أصحاب الأعمال والاقتصاديين. والإنتاجية هنا تعني السلع أو الخدمات التي يتم إنتاجها في كل ساعة عمل، وهذه يمكن تحويلها إلى أسبوع أو شهر. فأي زيادة في الأجور ينبغي أن يصاحبها زيادة في الإنتاج حتى لا تحقق المنظمة خسائر ولا يحدث تضخم في الدولة. 5- النقابات العمالية. ينبغي عدم تجاهل النقابات عند قيام الإدارة بوضع نظام للأجور، لأن الحصول على تأييد النقابة لأي نظام مقترح للأجور يعتبر من العوامل الهامة في نجاح النظام. 6- العرض والطلب في سوق العمل. تتأثر الأجور بظروف العرض والطلب في سوق العمل، فإذا كان العرض لمهارة معينة نادرا قد يرفع أصحاب الأعمال الأجور، والعكس صحيح إذا كان العرض كثيرا من العمالة فإن الأجور سوف تتناقص مع مراعاة سياسة الدولة في تحت الأجور. 7- الخدمات المجانية. عندما توفر المنظمة خدمات مجانية مثل الرعاية الصحية والاجتماعية، فإن ذلك يمثل تعويضا يؤثر على مستوى الأجر المحدد للفرد، والعكس في حالة حرمانه من مجانية هذه الخدمات مما يكون حافزا على تعويضه
بزيادة أجره نسبيا. طرق دفع الأجور: أولا طريقة الأجر الزمني، يتم بموجب هذه الطريقة دفع أجر العامل على أساس وحدة زمنية معينة كالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، ولا يتغير أجر العامل، فهذه الطريقة بتغير إنتاجيته. ثانيا طريقة الأجر بالإنتاج، بموجب هذه الطريقة يتوقف أجر العامل على إنتاجيته، وتدور الفكرة حول مكافأة الفرد المجد إذا ما حقق المعدل المطلوب أو زاد عنه. عوامل نجاح نظام الأجر بالإنتاج أو الأجر التشجيعي: واحد، ينبغي مراعاة الدقة الزائدة في حساب معايير الأداء، وأن تستند إلى أسس علمية وضرورة مراجعتها بصورة دورية. 2، ضرورة وجود حد أدنى ثابت لأجر العامل مهما كانت إنتاجاته. 3، ضرورة اقتناع العاملين بنظم الأجور التشجيعية، لذلك يجب إشراكهم في وضع النظام وشرحه له. 4، ينبغي الاهتمام بكمية الإنتاج دون التضحية بجودة المنتج ودقته. 5، وجود نظام دقيق لقياس الأداء للمحافظة على فعالية الأجور كحافز. 6، أن يكون الفرق بين الدخل الأساسي والدخل الحافز كافي لتحريك العاملين لبذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج. 3، النظم الحديثة في دفع الأجور، ونظرا للمتغيرات العالمية الحديثة في عالمنا المعاصر، ظهرت بعض النظم الحديثة في الأجور مثل الأجر حسب المعرفة والمهارة، والأجر حسب الكفاءة وعلاوات الأداء، والمشاركة بنسبة من أرباح الشركة، وتملك عدد من أسهم الشركة للعاملين كتعويض ومكافأة لهم. أعزاء الطلاب تمهيد الماجستير تخصص الموارد البشرية، أعرض عليكم مكونات أنظمة الأجور والتعويضات. من الجدير بالذكر أن بعض المراجع تطلق على مسمى التعويضات كل ما يحصل عليه العامل من أجور، ولكن أنا التزمت في النظام المصري في الحسابات القومية والنظام المحاسبي الموحد، فصل في آل الأجور والتعويضات المالية المباشرة، فأنا هفصل هنا، مش هدخل الأجور ضمن التعويضات المالية ملتزما بنظامنا المصري للحسابات القومية والنظام المحاسبي الموحد. ناخد الأول التعويضات المالية المباشرة، أو نقول الأجور والتعويضات المالية المباشرة. هنا الأجور والحوافز المالية. بالنسبة للحوافز المالية تضمن ما يلي: العلاوات الدورية ألف، ب العلاوات التشجيعية، ج المكافآت التشجيعية، د البدلات، ه اشتراك العاملين في الأرباح. بالنسبة للأجور والتعويضات المالية ترتبط بالعمل وتدفع على أساس أداء الفرد لعمله، ولا بد أن يكون الفرد متواجد بالعمل. تاني حاجة، في تعويضات مالية غير مباشرة أو ما يطلق عليه المزايا والخدمات، وتتضمن ما يلي: التقاعد، مثلا راتب شهري بعد التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة، مزايا التقاعد المبكر، الأجازات، أجازات سنوية، أجازات مرضية، أجازات أمومة، أجازات تفرغ، الإعانات المالية، قروض، نفقات التعليم، نفقات السفر، نفقات الانتقال، علاوة غلاء المعيشة، علاوة طبيعة العمل، التأمينات، التأمين الصحي، تأمين ضد الحوادث، تأمين ضد العجز، تأمين البطالة، تسهيلات معاشية زي الإسكان، مواصلات، دور الحضانة، سلف لشراء السيارات، الوجبات، النادي، اشتراك في نادي، خدمة صحية، جمعية تعاونية. تمثل أمثلة للتعويضات غير المالية المباشرة، وهذا يمثل إطارا عاما أنت طالب تمهيدي ماجستير.
يجب أن تنزل المكتبة وتبحث وتتعمق في تلك المزايا والخدمات. هناك نوع ثالث، تعويضات غير مالية غير نقدية وتخص الوظيفة وبيئة العمل. نمسك أول واحدة، الوظيفة كأحد عوامل التعويضات غير المالية. وظيفة مرضية وذات مغزى، تقدير الجهود المبذولة، الإحساس بالإنجاز، احتمال تزايد المسؤوليات، فرصة للنمو والتقدم، الاستمتاع بأداء الوظيفة. بيئة عمل كأحد عوامل التعويضات غير المالية، السياسات السليمة، المديرون المؤهلون، الموظفون الأكفاء، التوافق بين الزملاء، المشاركة في اتخاذ القرارات، نظم الاقتراحات، الشعور بالاستقرار، شهادة التقدير، يعني نماذج العمل المرنة، الوقت المرن، أسبوع العمل المضغوط، المشاركة الوظيفية، العمل بنظام بعض الوقت. بص كده في الجدول، إن التعويضات المالية غير مباشرة اللي هي المزايا والخدمات، والتعويضات غير المالية غير النقدية تخص الوظيفة وبيئة العمل، تمنح لكل العاملين ولا تتحدد بمستوى وظيفي داخل وظيفي معين داخل الهيكل التنظيمي. ملاحظين كده ان الأجور والتعويضات المال المباشرة تعطى للعامل على رأس العمل، لابد يكون يمارس العمل، لكن التعويضات المالية غير مباشرة للمزايا والخدمات والتعويضات غير المالية ياخدها جميع العاملين في مختلف المستويات التنظيمية. أهداف التعويضات المالية المباشرة، أن تكون كافية مع الجهد المبذول من قبل الفرد العامل. 2، أن يتم دفع التعويضات بشكل متساوي على أساس الجهد المبذول المرتبط بالمهارات والقدرات والمعارف التي طلبها الوظيفة. 3، أن يكون التعويض مستمر ويساعد الفرد العامل للشعور بالضمان والأمان الوظيفي. 4، أن يحفز التعويض العامل على العمل الفعال والإبداعي. 5، أن يكون التعويض مقبولا من قبل الفرد العامل الذي يأخذه. 6، أن يكون الدفع ضمن حدود قدرة المنظمة المالية. أهداف التعويضات المالية غير المباشرة بالنسبة للمنظمة، 1، جذب العاملين للعمل بالمنظمة. 2، الحفاظ على العاملين من ترك العمل. 3، تحسين رضا العاملين. 4، تحقيق ولاء العاملين. 5، تحقيق الأمان. 6، زيادة الإنتاجية والربحية. 7، زيادة الأداء. 8، تقليل معدلات الغياب ودوران العمل. أهداف التعويضات المالية غير مباشرة للعاملين، 1، تحقيق التضامن والتكافل بين العاملين. 2، تحقيق فهم كامل للعاملين وحقوقهم. 3، تحقيق الأمان الوظيفي. 4، تحقيق الرفاهية. 5، توفير تسهيلات معيشية للعاملين. 6، المشاركة في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 7، الرقابة لنتائج أعمال النظام. التعويضات غير المالية اللي غير النقدية ينتفع بها كل العاملين بالمنظمة ولا تتحدد بمستوى تنظيم معين، وتخص الوظيفة وبيئة العمل في المنظمة. ومن أمثلتها الوظائف المسرعة، الحوافز المعنوية، نماذج العمل المرنة. تحياتي لأبنائي طلاب تمهيد ماجستير تخصص الموارد البشرية دكتور عادل رمضان الزيدي.